وكالمعتاد شوارع اسطنبول زحمة جدا. وبالنسبة لسعر الدولار حاليا هنا في اسطنبول، زي ما شايفين الدولار ب27 ليرة. بالنسبة للبقلاوة سعر الكيلو بيبدأ من 750، يعني أقل حاجة 750، في حاجات فوق 1000 ليرة. وأخيرا وصلت وجبة كباب أضنة، من الأكلات اللي أنا شخصيا بحبها جدا، طعم اللحم بيبقى لذيذ لأقصى درجة. ويا مساء الفل من اسطنبول، نهاية فصل الصيف بداية فصل الخريف، الأجواء فعلا جميلة جدا. خلال فيديو النهاردة حابب أخد معاكم جولة في الشوارع، أتعرف على آخر الأسعار، الوضع الحالي في اسطنبول عامل إزاي حاليا. يلا بينا نبدأ جولتنا. ويا مساء الفل مرة تانية من اسطنبول. أنا موجود حاليا في منطقة ميدان تقسيم، المنطقة السياحية الأشهر في اسطنبول. الأجواء حاليا أكثر من رائعة، يعني بصور الفيديو ده مع بداية شهر أكتوبر، درجة الحرارة في حدود 25 درجة، ففعلا الأجواء حلوة جدا. في رأي شخص شهر أكتوبر من أفضل الشهور اللي ممكن تزور فيها اسطنبول. ودلوقتي خليني أبدأ جولتي المعتادة في شارع استقلال، الشارع الذي لا ينام زي ما بيقولوا. ان شاء الله في زحمة كبيرة جدا في الشارع، مع ان كان في امطار النهاردة، لكن زي ما قلت لكم يعني فعلا الجو حلو لاقصى درجة ممكنة. هتلاقوا في ناس لابسة صيفي، ناس لابسة شتوي، لان الجو ممكن بيتغير شوية خلال نفس اليوم. خلينا في البداية نتعرف على اسعار ساندوتش الشاورما، وصلت لغاية كام في الوقت الحالي. هنا شاورما الدجاج، الريحة حلوة جدا. وزي ما انتم شايفين يعني صف طويل جدا من محلات او مطاعم الشاورما، لكن الاسعار فعلا ارتفعت جدا. يعني سعر شاورما الدجاج ب 75 ليرة، شاورما اللحم ب 120. ده بالنسبة للاسعار في تركيا يعتبر سعر مرتفع جدا على ساندوتش بسيط. يعني ودلوقتي خليني اتمشى معاكم كده في شارع استقلال، زحمة جدا، لكن هو ده الطبيعي. يعني شارع استقلال في كل الاوقات في كل الشهور بيكون مزدحم. انا بشكل شخصي يعني على الرغم من الزحمة الموجودة في شارع استقلال، لكن فعلا بستمتع جدا بالمشي في الشارع هنا. انا دايما من الشوارع الشوارع اللي ليها اجواء مميزة، وكالعادة بحاول ادلكوا دايما الاسعار في محل الحلويات المشهور جدا حافظ مصطفى، لان في رسائل كتير بتوصلني ناس بتسأل عن اسعار الحلويات بحيث يعملوا حسابهم في الهدايا اللي بيشتروها. البقلاوة شكلها مغري جدا، خلينا نشوف الاسعار جوه. هنا الحلقوم او اللي هو الملبن، يعني زي ما انتم شايفين يعني العلبة دي علبة بسيطة جدا، سعرها 325 ليرة تقريبا. خلينا نشوف العلب الأكبر شوية مثلا، دي 960. الحاجات اللي أمامي حاليا دي سعرها بيبدأ من 145 ليرة.
طبعا ممكن تقعد هنا في المحل يعني وتشرب شاي او قهوة مع الحلويات. بالنسبة للبقلاوة سعر الكيلو بيبدأ من 750، يعني اقل حاجة 750، في حاجات فوق 1000 ليرة. فهو طبعا من الاماكن اللي تعتبر سياحية. هنا المينيو، فحافظ مصطفى يعني مشهور ان هو اسعاره تعتبر مرتفعة، لكن اعتقد ممكن بالنسبة للسياح اللي بيزور اسطنبول لفترة قصيرة او كده، فمن الاماكن اللي تستحق التجربة. من المطاعم ايضا المنتشرة هنا في شارع استقلال، المطاعم اللي بتعمل الاكلات البيتي، بيكون كمان في انواع مختلفة من اللحوم. في النوع ده من المطاعم يعني توقع انك ممكن تدفع في حدود 300 ليرة تركية، يعني في حدود 12 دولار 15 دولار لوجبة جيدة. يعني هنا مثلا وجبة كباب اسكندر ب 225، في حاجات ب 300. لكن الاكل فعلا شكله حلو جدا. انا شخصيا يعني احيانا كتير باكل في النوع ده من المطاعم، لكن اكيد مش في استقلال، يعني اسعار في استقلال بتكون ضعف الاسعار في المطاعم العادية في مناطق يعني السكنية في تركيا. اسطنبول كمان يعني اسعارها اغلى من باقي المدن. انا شخصيا بما اني يعني مقيم بين اسطنبول وازمير، اسعار في ازمير بتكون اقل بكتير. ولا زلت مستكمل جولتي في شارع استقلال. طبعا اللي متابع السوشيال ميديا يعني ممكن يبقى متخيل ان الحاجات اللي هي مقاطعة السياحة في تركيا والحاجات دي كلها، بيبقى متخيل ان المدينة فاضية ومفيش سياح، لكن على ارض الواقع زي ما انتم شايفين يعني الحياة طبيعية تماما، الناس بتستمتع بوقتها سواء السياح يعني من جنسيات أوروبية أو سياح عرب موجودين بشكل طبيعي. يعني أنا بشكل شخصي أعرف ناس كتير بيزوروا اسطنبول و يعني تجربتهم أو رحلتهم بتسير بشكل طبيعي. أكيد في حالات ممكن سلبية بتحصل، لكن أنا مقتنع دائما إن التعميم مرفوض. بالنسبة للجو في الوقت الحالي او في الفترة القادمة يعني في اسطنبول خلال شهر 10-11 بيكون الجو خريفي، طبعا بيكون مائل للبرودة، فبالتالي لازم تعمل حسابك في ملابس تكون مناسبة للبرد. غالبا ايضا بيكون في تساقط في الامطار، لكن طبعا مع بداية شهر ديسمبر شهر 12 البداية الفعلية للشتاء، الشتاء في اسطنبول او في تركيا بشكل عام بيكون برد جدا، بيكون في دايما تساقط في الثلوج. الشارع ده بقى من الاماكن او الشوارع المفضلة بالنسبة لي. مكانه بالظبط جنب ممر اسمه ممر الزهور او تشيتشيك باساجا. خليني ادخل اتمشى كده في الشارع معاكم شوية. انا بحاول خلال فيديو النهاردة تعيشوا معايا الاجواء الحالية في اسطنبول. الشارع ده موجود فيه عدد كبير من المحلات للهدايا زي ما انتم شايفين، وفي كمان محلات او مطاعم للسمك، مطاعم سمك شعبية يعني.
Hakkıya söyle öncelikle çorbaları göndersin. فلو حد حابب ياكل سمك في مطعم شعبي وهو في تقسيم ممكن يجي الشارع هنا. ريحة السمك حواليا في كل مكان. هنا الحاجات اللي هي الهدايا التذكارية. الشوارع اللي هي الخلفية او الجانبية في منطقة تقسيم بالليل طبعا بتبقى كلها الحاجات اللي هي البارات النايت كلاب وكده، فممكن تكون مش مناسبة للبعض، لكن الصبح بتبقى عادي الدنيا امان تتمشى براحتك. عامة خليني ارجع مرة تانية لشارع استقلال، حبيت كده تكتشفوا معايا الشوارع الجانبية بتكون عاملة ازاي. المطاعم على فكرة اللي في يعني الشوارع الجانبية والخلفية بتكون أسعارها أفضل بكتير من شارع استقلال الرئيسي، لكن زي ما شايفين يعني هي أغلبها مطاعم شعبية. وهي امامي حاليا احد المحلات المشهوره هنا في شارع استقلال، بيعمل الاكل اللي اسمها الكمبير، البطاطس المشويه. سعر الكمبير حاليا ب 165 ليره. انا شخصيا مش بحب قوي الاكله دي، حاجه كده عامله زي السلطه يعني، لكن تقييم السعر يعتبر مرتفع ايضا، او ممكن عشان انا بحسبها بالليره. لو حد يعني جاي وبيصرف بيحسب بالدولار، ف 165 ليره يعني في حدود 7 دولار تقريبا، ممكن يكون سعر طبيعي. وانت بتتمشى ايضا هنا يعني هتلاقي في محلات كتير عاملة اندرم اللي هو التخفيضات، يعني شغالين اغاني عربي. بعتذر لو الصوت مش واضح بشكل جيد خلال الفيديو، لكن الشارع فعلا زحمة جدا، الناس كلها بتتكلم حواليا، لكن الازدحام يعني غير الطبيعي. لو تشوفوا الشارع من اوله لنهايته زحمه لاقصى درجه. وبالنسبه لسعر الدولار حاليا هنا في اسطنبول، زي ما شايفين الدولار ب 27 ليره واليورو الواحد ب 28.55. موجود طبعا في شارع استقلال يعني عدد كبير جدا من الصرافات، ونصيحتي لاي حد بيزور اسطنبول يعني ما تغيرش مبلغ كبير من المطار، سواء مطار صبيحه او مطار اسطنبول الجديد، لان في المطارات هتلاقي الدولار هناك ب 26 تقريبا، ففرق ليره كامله. فحاول تغير في المطار بس مبلغ بسيط، بحيث لو هتستخدم تاكسي او تشتري حاجة
بعد كده ممكن تغير من مركز المدينة براحتك. في رأيي الشخصي يعني شارع استقلال من افضل الاماكن للناس اللي حابة تعمل شوبينج هنا في اسطنبول. هتلاقوا جميع الماركات سواء التركية او العالمية موجودة هنا. في مانجو موجود امامي حاليا، ايضا كوتون من الماركات التركية المنتشرة بشكل كبير جدا. اعتقد مفيش حد زار تركيا غيره وشد انتباهه القطط هنا في تركيا، قطط محظوظة بصراحة. ولا زلت مستمر في جولتي بعد نهاية شارع استقلال. لو كملت ماشي هتلاقي نفسك موجود في شارع جميل جدا، موجود بعد كده في نهايته برج جلاطة، من الأماكن أيضا اللي لازم تزورها خلال تواجدك في منطقة تقصين. برج جلاطة. ووصلت حاليا إلى منطقة برج جلاطة، زحمة جدا أيضا، لكن ده المعتاد هنا في المنطقة. أنا شخصيا بحب جدا منظر البرج. المنطقة والشوارع المحيطة ببرج جلاطة يعني كلها مطاعم كافيهات، لكن بتكون زحمة جدا. يعني عشان تلاقي مكان في المطاعم أو الكافيهات دي تحتاج تنتظر شوية، لكن الأجواء زي ما انتم شايفين أجواء حيوية جدا في منطقة برج جلاطة. خليني ابص كده اشوف تيكت سعرها وصل لكام. كل اسبوع تقريبا السعر بيرتفع. سعر التيكت زي ما انتم شايفين 650 ليرة تركية. وهنا برج جلاطة، الشارع اللي امام برج جلاطة على طول. الشارع ده هتلاقوه دايما زحمة، الناس كلها واقفة تتصور عنده، لكن فعلا الشارع يعني جميل جدا، لكن المشكلة في الزحمة. حاليا خليني استكمل جولتي بما اني زرت المنطقة هنا اكثر من مرة. احاول كده اتمشى معاكم لغاية ما اوصل لمنطقة كاراكوي او منطقة امينونو. انا بشكل شخصي يعني افضل اسطنبول خلال فصل الشتاء، الازدحام بيكون اقل شوية، لان في الشهور الحالية زي ما انتم شايفين يعني السياح في كل مكان، زوار كل البلاد موجودين. لسه مستمر في المشي يعني في نهاية الشارع اللي انا موجود فيه حاليا، هكون خلاص وصلت لمنطقة اسمها كاراكوي. هي المنطقة اللي هي مجاورة على طول لمنطقة تقسيم. الجزء ده يعني اعتقد الافضل تتمشى، لان استخدام التاكسي او المواصلات العامة هتحتاج وقت اطول من المشي، الشارع بتكون زحمة شوية، وفي كل الاحوال هتستمتع جدا وانت بتتمشى. يعني كالعادة بيشد انتباهي جدا القطط. ووصلت حاليا عند منطقة برج او جسر جلاطة. الجسر مشهور جدا بصائدي السمك، الجسر من اوله لاخره بتلاقوا ناس واقفه بتصطاد. حاليا خلاص وقت الغروب، الجو مظلم نوعا ما، لكن اجواء فعلا جميله جدا. حاليا هكمل مشي هعدي جسر جلاطة. المنطقه اللي بعد جسر جلاطة هي منطقه امينونو، منطقه الاسواق الشعبيه في اسطنبول. ودلوقتي وصلت لمنطقة إمينونو على ساحل البحر.
منطقة هنا مشهورة جدا بساندوتش السمك اللي هو اسمه بالتركي البالك كماك. المراكب اللي امامي حاليا بيعملوا الساندوتش فريش وطازة، ريحة السمك قوية جدا هنا في المنطقة، فلو حد مضايق ريحة السمك انصحه ما يجيش منطقة مينونو. زي ما قلت لكم يعني الصف ده بالكامل عدد من مراكب الموجودة في البحر بتعمل ساندوتش للسمك. ريحة السمك فعلا قوية جدا. وحاليا وصلت لمنطقة الأسواق هنا في مينونو. الساعة حاليا في حدود 8 مساء، لكن لسه الأسواق شغالة والناس بتشتري. في مدخل المنطقة هنا أو السوق هنا بيبقى فيه عدد من محلات المكسرات والفواكه المجففة زي ما انتم شايفين. يعني الصف ده بالكامل كله محلات بتبيع المكسرات. خليني انقل لكم جانب كده من الاسعار. عن الفستق 380 ليرة. تشكر الله. كيلو الفستق ب 380. الجميل في المحلات هنا يعني قبل ما تشتري اي حاجة ممكن تدوقها مفيش مشكلة. بيبيعوا ايضا البقلاوة، في محلات بتبيع انواع مختلفة من الاجبان، لكن زي ما قلت لكم يعني الساعة حاليا 8 مساء، لكن ما شاء الله السوق لسه زحمة. ووصلت حاليا لواحد من اشهر الشوارع للاكل هنا في اسطنبول. انا موجود حاليا في منطقة سيركجي، موجود بالتحديد امام واحد من اهم الشوارع للاكل هنا في اسطنبول، شارع اسمه تاريهي هوجا باشا. الشارع ده من اوله لاخره كله محلات بتعمل انواع مختلفة من المشويات، الكباب بقى التركي المعروف. فخليني كده اتمشى واختار احد المطاعم اتعشى عنده النهاردة. لكن زي ما انتم شايفين يعني الشارع زحمة جدا، ريحة الاكل المشويات جميلة جدا. احاول اشوف كده مطعم ما يكونش زحمة قوي بحيث اعرف اقعد واصور. هنا مطعم اسمه كبابتشي اوزان اوسطى. شكل الاكل حلو جدا في الصور. خليني اشوف المنيو. المنيو زي ما انتم شايفين غالبا هاكل النهاردة ادانا كباب، وحشني بصراحة. الاجواء فعلا جميلة جدا في الشارع هنا وريحة الاكل تجوع اي حد. خليني اعرض لكم المنيو. زي ما انتم شايفين انا طلبت ادانا كباب ده 190 ليرة. يعني الاسعار في حاجات اقل حاجة تقريبا 170 ليرة اللي هو الشيش طاووق، لكن فعلا انا شخصيا بحب النوع ده من الاكلات جدا. واخيرا وصلت وجبة كباب ادانا. من الاكلات اللي انا شخصيا بحبها جدا، طعم اللحم بيبقى لذيذ لاقصى درجة. زي ما انتم شايفين يعني هو بيتقدم معاها كمية كده من السلطة الخضراء، طماطم وفلفل مشويين على الفحم، كمية من ارز اللي هو البرغل، معها ايضا الخبز ده. فبسم الله الرحمن الرحيم استمتع بوجبة كباب أدنى.
على الفيو الجميل ده في الشارع اللي كله مطاعم من اوله لاخره. الاكل فعلا عجبني جدا، يعني طعم الكباب قضنا زي ما انتم شايفين، يعني اللحمه فعلا جميله جدا، طعمها بهاراتها كل شيء مظبوط. اعتقد في الشارع هنا يعني جميع المطاعم مستواها اكتر من ممتاز، والدليل الزحمه اللي موجوده في المطاعم كلها. وفي نهاية جولة النهاردة قررت اشتري الحلويات من صفة اسمها حلقة، من الحاجات اللي بحبها جدا وبحب اشتريها دايما لما بكون هنا في منطقة سيركجي. عامة هنا هتكون نهاية جولتي في اسطنبول. زي ما انتم شايفين يعني الاجواء فعلا جميلة جدا، الجو لطيف لاقصى درجة ممكنة. بالليل الجو بيبرد شوية، فلو حد بيخطط يزور اسطنبول الفترة القادمة اعمل حسابك في ملابس مناسبة للبرد. في النهاية شكرا جزيلا على المشاهدة. هستخدم حاليا الترام من محطة اسمها جولهانة، قريبة جدا من السلطان احمد. على فكرة كارت مواصلات اسطنبول بقى بسبعين ليرة، الرحلة الواحدة بخمستاشر ليرة زي ما انتم شايفين. المواصلات سعرها ارتفع شوية، هو استفاد كتير هنا في اسطنبول.